انطلقت صباح اليوم السبت بالرباط أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز خنوش وبحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب وتنظيماته الموازية. وشكل الحدث مناسبة لاستعراض وتقييم حصيلة وإنجازات الحزب الذي يقود الحكومة. روبورتاج فاطمة الزهراء دورات وأيوب وادي. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. بحضور أعضاء مكتبه السياسي انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار. حدث شكل محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية ومناسبة للوقوف حول مساهمته داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتجويد أهداف البرنامج الحكومي. الحزب اليوم كيعقد المجلس الوطني ديالو يعني وفقا للبرنامج العمل ديال الهيئات ديال الحزب، فمرحلة جد مهمة لأن الحكومة هي تقريبا مشرفة على نصف يعني الولاية ديالها، ف يعني واحد المرحلة اللي مهمة باش نشوفوا تقييم ديال هذه المرحلة وديال العمل ديال الحزب بصفة عامة، لا على الصعيد ديال الحكومة ولا على الصعيد ديال البرلمان ولا على الصعيد المحلي تدبير الشأن المحلي. التجمع الوطني الأحرار يعقد الدورة العادية ديال المجلس الوطني ودأب على احترام التواريخ ديال انعقاد الدورات. المجلس الوطني كمؤسسة تحترم الضوابط القانونية وتحت لا ديال فيما يتعلق القوانين التنظيمية ولا القوانين ديال الحزب، واحترام كذلك القواعد ديال الحزب. المناسبة اللي كتكون فيها كتفتح فيها نقاش حول القضايا اللي كتهم التنظيم الحزبي والقضايا التي تهم تنظيم الشأن أو تدبير الشأن العام. التجمع الوطني الأحرار يقود الحكومة، بالتالي هو المتصدر للمشهد السياسي داخل المملكة وخدام كيشتغل باش يفرض واحد نوع جديد من الإيقاع. رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أكد خلال كلمته الافتتاحية أن حزبه أعطى نفسا جديدا في العمل الحزبي وأضحى مرجعا في التدبير السياسي والمؤسساتي ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل قادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن السياسي. جوج القضايا مطروحة في النقاش داخل هذا المجلس الوطني، أولا القضية السياسية وقضية تنظيمية. التنظيمية هي المصادقة على الحسابات السنوية لكي نكون في نفس المستوى ديال التدبير ديال وفي نفس المستوى الشفافيه ديال تدبير الميزانيه ديال الحزب وايضا الميزانيه ديال 24. هذا الشيء هو اللي يمكن الحزب انه يحظى بتقدير ديال جمله مجموعه من المؤسسات ومجموعه من التقارير التي تهنئ الحزب على التدبير ديالو الجيد للجانب المالي. القضيه السياسيه هي 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 نشوفوا العمل اللي كتقوم به الحكومه ومختلف المؤسسات التابعه للحزب سواء على مستوى الفريقين على مستوى البرلمان ولا مختلف الاداء ديال الاخوه التجمعيين في مختلف المؤسسات. النقاش اللي كاين الان هناك تثمين للعمل اللي كتقوم به مختلف هذه المؤسسات، وطبعا هناك توصيات من اجل الانكباب اكبر على قضايا اخرى من قبيل بعض القضايا الاقتصاديه او لا بعض القضايا اللي يمكن اننا نرفعوا من الاداء البرلماني عموما. هو تاكيد على ارادتنا المؤسسيه لتمكين المناضلات والمناضلين من الاسهام من مختلف هياكل الحزب في النقاشات السياسيه العامه، في بلورة القرارات السياسية التي يتخذها الحزب، وفي تجويد العمل السياسي في البلاد بهدف الارتقاء بتجربتنا الديمقراطية والتأكيد على نظافة الأحزاب وعلى تمسك الأحزاب بالأخلاقيات وبالمنهجية الديمقراطية وفي البدء على الاحترام الدقيق للدستور للقانون التنظيمي للأحزاب ولمختلف القوانين المنظمة للعمل الحزبي. رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار شدد أيضا على أن الحكومة التي يترأسها نجحت في تحقيق مكتسبات تاريخية ستبقى راسخة في تاريخ المملكة، ارتكزت أساسا على النهوض بأوضاع الأسرة المغربية من خلال دعم السكن والدعم الاجتماعي المباشر إلى جانب الزيادة في أجور الشغيلة وغيرها من الإجراءات.